أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عن صدور مراسيم بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وتكليف كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الإعلام بالوكالة.